يعد مركز هورغوس للتعاون الحدودي الدولي بين الصين وكازاخستان بمنطقة هورغوس للتنمية الاقتصادية في سينجيانغ أول منطقة تعاون اقتصادي عابرة للحدود بالصين. يتجاوز عدد الشركات الموجودة هنا 2000 شركة تبيع أكثر من 2000 منتج قادم من أكثر من 50 دولة. أنشأ ميلينيكوف دانيل القادم من بيلاروسيا محلاً تجارياً بمركز هورغوس للتعاون يدير فيه عمله التجاري الخاص. Продукция у нас белорусского производства – это кондитерские изделия, напитки. Объективно получаем, но хотелось бы больше поддержки, больше именно со стороны руководства АО МЦПС. Хотелось бы получить более льготные режимы, более активную помощь и участие в жизни непосредственно предпринимателей на территории МЦПС. Свободная экономическая зона по этой причине. Крылья, потому что это интересно, это торговля непосредственно с китайцами. Мы показываем наши товары. يمكن لمواطني الصين وكازاخستان والدول الأخرى الدخول والخروج من هذه المنطقة المغلقة تماماً والبالغ مساحتها 5.6 كيلومترات مربعة بوثائق الهوية السارية، حيث يتمتع كل فرد بقيمة تسوق محددة معفاة من الضرائب. يأتي المزيد من السياح إلى هنا للتسوق والسياحة والاستمتاع بتجربة مميزة عابرة للحدود بين الدولتين.